احنا دعوناكم لهذه المدرسة باش نقفوا على عدد من القضايا ذات الاهتمام العام، ولعل اولها ما يحدث الان في غزة، واللي هو مستولي على القلوب وعلى عقول التوانسة، واصلا هو معلق الحياة الوطنية التونسية على مخرجات هذا الحدث. حاب نقول لكم اللي احنا في الجامعة قلبا وقالبا كيفنا كيف كل مكونات المجتمع التونسي مع غزة مع المقاومة مع الشعب الفلسطيني، واحنا نعتقد بأن الشعب الفلسطيني قاعد يخوض في صفحة من البطولات سيحفظها التاريخ، فما ما قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. اليوم احنا في اليوم 37 من الحرب، فاتضح أنها ليست حرب خاطفة كما كانت عادة القلوب العربية الإسرائيلية، واليوم بعد 37 يوم الكيان الصهيوني لم يسترجع أنفاسه، لم يسترجع صورته، وأن له أن يسترجع تلك الصورة اللي كانت مبنية على الوهم بأنه هو قوة عسكرية في المنطقة وأنه قوة لا تقهر، وما عندوش المبادرة في يد المقاومة، والجبهات سخونة سواء في غزة سواء في الضفة الغربية سواء على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان سواء في المنطقة وين فما قوى من اليمن للعراق مرورا بسوريا قاعدة تتحرك بأشكال مختلفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني. إذن الشعب الفلسطيني يكون في معركة مصيرية حقيقة، وقت رئيس الكيان الصهيوني يقول هي حرب حياة أو موت، هي فعلا إما يشتت حركة المقاومة حماس ويهنأ لمدة جيل أو أكثر، أو أن حماس تهزمه بمعنى أن تمنحه من تحقيق أهدافه في الاشتتات وتستمر كقوة مقاومة على المدى المتوسط والبعيد. بكل تأكيد ستسترجع الشعب الفلسطيني حقه ووطنه السليم. إذن حرب غزة مش فقط بطولية، هي منعطف تاريخي، والشعوب العربية غاضبة، غاضبة من المعتدين، غاضبة من الدول الغربية التي تساند المعتدين، وغاضبة إزاء النظام العربي الرسمي اللي هو خارج معادلة الأحداث أصلا، خارج التاريخ. لكن المعركة لم تنتهي بعد، وقد تتسع بالرغم من التطمينات اللي يطلقها حسب نصر الله من حين إلى آخر، لكن ما يجري عمليا وواقعيا على الحدود مع لبنان قد يخرج عن السيطرة، وقد تنفتح جبهة لبنان، وإذا انفتحت جبهة لبنان العديد من الجبهات الأخرى ستفتح، وسيفقد الكيان الصهيوني قدرته على السيطرة، وفي نفس الوقت المنطقة بأسرها قد تفلت على دائرة التأثير للقوى الغربية التي اختارت أن تنحاز إلى إبادة جماعية العالم كله قاعد يشوف فيها، والرأي العام العالمي كله قاعد يحتج عليها، ولكن اختارت بعض الدول الغربية أو جل الدول الغربية أن تنتصر للعدوان. نحن إذن في جبهة الحرس الوطني نحييه وقفة المقاومة الفلسطينية ونشدوا على أيديها. احنا بعاد على ساحة المعركة ومناش في الحكم، وإمكانياتنا الآن في الدعم هي بالأساس معنوية سياسية وقدر المستطاع مادية، وثقتنا كبيرة بأن أهداف العدوان لن تتحقق، وإذا لم تتحقق فما أفق جديد يفتح للقضية الفلسطينية. في علاقة بقضية غزة فما مسألة التطبيع، احنا في الجبهة
مع التجريم التطبيعي، لأن مقاطعة الكيان المحتل هو شكل من الأشكال المساهمة في معركة الشعب الفلسطيني من أجل التحرير. منذ أن ولد هذا الكيان، ولد في محيط جغرافي سياسي كامل يرفضه ويرفض التعامل معه، وكان ويزال يعتبر هذا الرفض رغم من التطبيع الرسمي الشعب المصري الشعب الأردني ولا عندهم علاقة بالتطبيع الأصلي. الكيان الوحيد المختنق في المحيط الجغرافي اللي هو فيه، كل بلاد في العالم منفتحة على محيط الجغرافي ما عدا هذا الكيان. والتجربة التاريخية لمقاومة العنصرية في جنوب أفريقيا أثبتت بأن المقاطعة سلاح فتاك، لأن العالم بأسره قاطع النظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وكانت هذه المقاطعة العامل الذي أعان على إنهاء هذا الكيان العنصري المعادي للإنسانية. وهذه المقاطعة كانت شاملة، وأهم ميدان فيها كانت الرياض، كانت مقاطعة عالمية لجنوب أفريقيا لما كانت نظام عنصري في مجال كرة القدم وكل الأنشطة الرياضية. وبالتالي احنا نعي في جبهة الخلاص الوطني أهمية المقاطعة، ونعتبر اللي هي ثابت من ثوابت الشعب التونسي الذي يرفض التطبيع. وكنا نتمنى أن السلطة التونسية بما فيها السلطة الثورة، أقولها بغاية الموضوع، كان المفروض أنها تجرم التطبيع بقانون، على الأقل بقانون، حتى توقف الاختراق الإسرائيلي للساحة التونسية. فما اختراق تجاري، شركات تتعامل مع الكيان الصهيوني ومعروف ولا فائدة في ذلك. الآن التطبيع الرياضي، وشفنا رياضيين تونسة يلعبوا مع رياضيين إسرائيليين تحت العلم الإسرائيلي، وما قدرناش كمجتمع باش نصدهم. التطبيع سياسي، الاختراق إعلامي أيضا، وبالتالي أن تأخذ السلطات التونسية قرار بتجريم التطبيع، كان هذا يمشي في سياق ويطمح إليه الشعب التونسي. نحب نأكد بالمناسبة بأن التطبيع على مشرع، أنا رأيي أنه لازم تكون علاقات بيننا وبين إسرائيل. لا، هو عمل، هو عمل أنك تصدر، أنك تكسر الحصار في الميدان الأكاديمي، في الميدان الثقافي، في الميدان السياسي. أنت قاعد تشارك في تجديد القبضة على أنفاس الشعب الفلسطيني، وهذا عمل حربي ومن حق المجتمعات أن تجرد. وبالتالي نحن نقول يا ليتها ثلاثة نقاط يعني يا ليتها البرلمان المصري ما طرح هذا المشروع، لأنها تقلبت إلى فضيحة للشعب التونسي على المستوى العالمي. بعد ما بادروا بقانون تجريم التطبيع ولاو يلتمسوا في الأعذار، بعد ما رفضت السلطة التنفيذية هذه المبادرة في الأعذار للتخلي عليه، وخاصة منها مصالح تونس في الخارج. مين مصالح تونس في الخارج؟ هو الشعب التونسي في عام 55 وطول ما خلطوش عليها من عشت يعني. في عام 55 قسم بين البورديبيين واليوسفيين بسبب هو أن اتفاقية الاستقلال الداخلي خلاه التمكين الخارجي في يد فرنسا لمدة 20 سنة. رفضوه التوانسة، قطاع واسع من التوانسة رفضوه، لأن السيادة الوطنية هي في سيادة الأمن وسيادة التمكين الخارجي اللي أرجئت باتفاقية الاستقلال الذاتي لمدة 20 عام ورفضت. والحمد لله في عام واحد طويت هذه الصفحة واسترجعنا السيادة. السياسة الخارجية أحنا نسطرها، ما تسطرها حتى عاصمة أوروبية، ونسطروها وفقا لثوابتنا، وفقا لمصالحنا، وفقا لعلاقاتنا وارتباطاتنا. ولا أحد في العالم عنده الحق باش يقول طبع ولا ما طبعش، شو دخلك أنت؟ سطر سياستك الخارجية كما شئت، وأسطر سياستي الخارجية كما أرى. هذا الحد الأدنى من السيادة الوطنية. أما أننا نسلم في هذا ونلوحوا بخويفة أنه إذا كان نفر التطبيع
فانه بيفرضوا علينا عقوبات ومصالحنا بتتمس، وربما لكن هي مش معموله بلازم تونس التطبيع، رفض التطبيع من اجل فلسطين، هي تضحيه تونسيه وعربيه من اجل فلسطين. وبالتالي هالترهات اللي قاعده تتناول في وسائل الاعلام والقبل الناس اللي ينقلبوا على السرعيه الدستوريه وانفردوا من القرار ويخطبوا خطب متطرفه في دعم الفلسطينيين، ولو فماش تطرف في دعم الفلسطينيين، لكن وقت جيل انتحار الممارسه العمليه سواء في التمثيل التونسي في الامم المتحده، وقت اللي تونس بمشروع لائحه بالتعاون مع الفلسطينيين، وجاء تهديد امريكي، شفنا ممثل تونس في الامم المتحده يقع عزلانه ويقع التخلي على تلك اللائحه، واليوم وقت اللي بعض ما يسمى بالنواه راهو ربما من دافعين الله اعلم مش يطرح مبادره لتجريم التطبيع، شفنا كيف ان الامور تضطرب، ورئيس المجلس استقال رئيس الدوله مجيب يعلمهم بموقف رئيس الدوله اللي هو مش موافق على تجريم التطبيع، قال شو قال التطبيع مصطلح مش موجود في مخه، اوكي مش موجود في مخه كما موجود في السياسه الامريكيه في اتفاقات ابراهام سيد ابراهيم، اتفاقات سيد ابراهيم تطبيع جانب في المغرب وجانب في الامارات العربيه وفي العديد من الدول ومتقدم في السعوديه، هذه حقائق سياسيه والشعب التونسي ما يحبهاش، يحب يرفضها، ما بديش تقول التطبيع مصطلح غير موجود في مخي، ما غير حتى شيء من العالم، في العالم موجود التطبيع وهو اقامه علاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب للشعب المصري. دون إطالة عليكم، نحن في جبهة الخلاص الوطني نشهد كل هذه المواقف المتقلبة ونتمسك بطموح الشعب التونسي في أن نجرم التطبيع في بلادنا وأن نتحصن من الاختراقات الإسرائيلية وأن نعزز جانب أشقائنا الفلسطينيين. النقطة الأخرى اللي حبيت نقولها لكم هي حول المساجين السياسيين. احنا في جبهة الخلاص الوطني كان عندنا وقفة احتجاجية أسبوعية، وبالرغم من تبحر رمزي كانت أبقت على جدوى قضية المعتقلين السياسيين ومشكورين الإعلاميين اللي في كل مرة كانوا يجيوا يغطيوا تلك الوقفة وينقلون الرسالة إلى الرأي العام وإلى السلطات ولا إخواننا من وراء الكاميرا. مع كل الأسف منذ أن اندلعت أزمة غزة وشهر أسبوع ما عادش ممكن مش يكون بنفس النشاط في نفس الصيغة، لسبب بسيط هو أن القضية الغزاوية أخذت الأولوية المطلقة بالنسبة للقضايا الداخلية، وبالتالي الرأي العام ما ينجمش يستحسن انه في الوقت اللي الناس كل مش راغبه لنصرة فلسطين ودعم غزه انه تثار في شارع تحبيب بورقيبه تحركات تركز على قضايا صحيحه وانا مش متاكد عليها، ولكن الناس يراوا ان الوقت اليوم هو الاولويه لغزه، ولذلك احنا عطلنا تلك الوقفات لكن مش بشكل نهائي. انا قلت لكم انه الاستاذ سمير كلمكم عن المساجين هي نهار 23 نوفمبر دائره الاتهام ستنظر في مطالب الاستئناف المتعلقه بمطالب الافراج عن المعتقلين اللي عندهم فوق 9 شهور معتقلين دون سبب ودون افق، وبمناسبه انعقاد دائره ستنظم جبهة الخلاص وقفة تضامنية مع المساجين أمام محكمة الاستئناف. لذلك أحب أقول لكم إحنا لم نتخلى ولن نتخلى على هذه القضية النبيلة. والمناسبة هذه أحب أقول لكم أنه أرى قضية غزة ربما تطغى ولكنها لا تلغي القضايا التونسية. القضايا التونسية مهما طالت أزمة غزة إن شاء الله تنتهي نهاية إيجابية، سنجد أنفسنا وجها لوجه مع القضايا التونسية. القضايا التونسية هي انقلاب على الشرعية،
هدم المكتسبات الديمقراطية، استئثار في الحكم من طرف شخص واحد، اعتداء على الحريات وعلى الحقوق، وفي نفس الوقت عجز مطلق على إنقاذ المجتمع التونسي من الأزمة المالية والاقتصادية التي تخبط فيها. هذه الحقائق مازالت مادة وستبقى بعد انتشار الأزمة الغزاوية، وإن شاء الله تنتهي بانتصار المقاومة. ولذلك نحن في جامعة الخلاص مجتمعين من أجل هذه القضية التونسية. تونس ما هياش خارج محيطها العربي، ما هياش خارج العالم، وبالتالي لا تأثر بالأحداث التي تقع في الإقليم، ولكننا لم ولن نتخلى على هدفنا في استعادة الشرعية الدستورية واستعادة الحرية الديمقراطية وتشكيل حكومة إنقاذ تخرج تونس من هذا النفق المظلم اللي هي تتخبط فيه منذ الآن أكثر من سنوات. فبالتالي القضية الغزاوية على أهميتها وقدسيتها لا تلغي القضية التونسية، ونحن كجبهة خلاص وطني تشكيلة تونسية هدفها المركزي هو تخليص تونس من الأزمة والمحنة اللي ترددت فيها منذ الآن أكثر من سنتين. هذا بالنسبة للقضايا الرئيسية اللي حبيت نكلمكم فيهم. فما بالطبع من غير أن أطول عليكم الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي هو متردد، اللي ما عندوش أفق، واللي الميزانية قانون الشروع قانون الميزانية يؤكد بأن حاجة الاقتصاد التونسي إلى التمويل الداخلي والخارجي، وفي نفس الوقت انعدام الأفق لتعبئة الأموال من السوق الدولية بسبب الأزمة مع صندوق النفط الدولي، وفي نفس الوقت هو تقرير فيتش اللي خرج نهار الجمعة هذه يؤكد بأن النظام البنكي التونسي أرهق وهو مهدد بالانهيار بسبب اتجاه تونس أمام عجزها، يعني السلطة التونسية أمام عجزها في تعبئة الموارد الخارجية، لأنها وضعت النظام البنكي تحت الضغط الشديد. واليوم بالرغم من أن البنوك قاعدة تكدس في الأرباح بسبب علاقتها، بسبب تدين الدولة من عندها بنسب مرتفعة جدا، إلا أن السيولة وقدرة الدولة على السداد تهدد النظام البنكي، وهذا مخزن التقرير اللي خرج هذا الأسبوع عن وكالة التصنيف فيتش. فالوضع التونسي خطير كما كان ولعله زاد، والأفق مازال مظلم، وإنقاذ هو بيد التونسيين، وجبهة الخلاص الوطني لا دور لها ولا وظيفة سوى محاولة توحيد وجمع كلمة التونسيين دون إقصاء، دون إقصاء، دون إقصاء أي مكون مهما كان أفكاره واتجاهاته، ولأجل التوافق على خارطة طريق تقوم بالإصلاحات الضرورية الاقتصادية والسياسية، وخطوة خطوة نسترجع عافية البلاد التونسية ونعود إلى الديمقراطية. دون إطالة أكثر من تحدمتكم للإجابة على أي سؤال تبادروا بي، أعطي كلمة للأستاذ سمير ديلو يحدثكم عن وضعية المساجين في هذا الضغط، لأنهم حب كلكم اللي هم بيدهم مشاركين في حرب غزه، الخيال التركي مع المتساكنين معه الاربعه او الخمسه في الزنزانه نتاعه، خرجوا في الليريا يتظاهروا لمسانده غزه. هذا شبقى لهم الشعب ما دامهم ضحيه الظلم منذ 19 شهر. شكرا.